مساء الخير والامل والعمل والتفاؤل. اهلا بيكم وحلقه جديده من بيكو بيها نبنيها على راديو مصر. زي ما محمد صلاح كده عامل قلق في اوروبا والعالم كله لانتقاله من او يعني ما يقال عن انتقاله من ليفربول ل فريق الاتحاد السعودي, واللي طبعا ما تمش لاسباب الله اعلم او ايه اللي حصل. يعني انا ماليش في الكوره, انا ليا في محمد صلاح بس, مو صلاح النجم بتاعنا, القدوه الحسنه لاولادنا على الاجتهاد والمثابره والعمل والشغل على النفس, انه يبقى حد ناجح يعني انه يتعرض لتحديات كتير ويوصل للي هو عايزه بالطريقه اللي هو كان بيحلم بيها ورسمها لنفسه فيها. تخيلوا بقى ان حلقه النهارده فيها ملمح من الامر ده ازاي. طبعا على اختلاف كل الاصعده يعني, لكن ان يبقوا طلبه اكبرهم رايح تقريبا اولى ثانوي فعنده 14 15 سنه, واصغرهم 11 12 سنه, هم راحوا مسابقه في امريكا الاسبوع اللي فات. عملوا ايه بقى هم في كاتيجوري المسابقه؟ ثلاث فئات, في فئه منهم خدوا مركز اول وتاني وتالت, يعني قفلوا المسابقه. مصر كل لما يندهوا على مركز يبقى مصر, كل لما يقولوا المركز الاول مصر, المركز التاني مصر, المركز التالت مصر. بينافسوا مين؟ بينافسوا تقريبا دول العالم. في ايه؟ في مسابقه للروبوت لها اكتر من فئه, كل فئه فيها اربع فرق بتفوز. في فئه منهم اللي هي اللاين فورورد اللي هو يتحرك لقدام, وليه مهمة هم هيشرحوها وهيشرحوا الروبوت بتاعهم عملوه ازاي وبرمجوه ازاي. هم خدوا مركز اول وتاني وتالت. طب معانا فريق فاز بمركز رابع كمان في نفس المسابقة, يعني اسم مصر اتقال اربع مرات في المسابقة دي. هنا الشرقاوي مركز رابع في السومو, هنعرف برضو منها تفاصيل كتيرة عن المسابقة. هنا بقى الملمح اللي بينهم وبين فكرة القدوة الحسنة ايه؟ ان ولادنا لما بيتحطوا على التراك او الطريق الصح انهم يرسموا لنفسهم حلم ويشتغلوا عليه ويتعبوا ويجتهدوا هيوصلوا, هيقدروا يحققوا اللي هم عايزينه, هيقدروا يوصلوا للحاجة اللي بيحلموا بيها, بس يتعبوا شوية يشتغلوا على نفسهم شوية, بيقعدوا على التاب وبيلعبوا اكيد, وهسالهم برضو في الموضوع ده. بيضيعوا وقت اكيد بيضيعوا وقت, لكن لما بيبقى عندهم مهمه بيعملوها باتقان. هنخرج لفاصل ونرجع نرحب بضيوفي النهارده, يوسف الطوخي وعبد الله عمرو وهنا احمد الشرقاوي واحمد نصر وملك وائل, وطبعا كمان بقيه زملائهم اللي مش معانا هما يقولوا اساميهم علشان نشكرهم ونبارك لهم. يعني تقريبا اول لقاء ليهم بعد عودتهم من امريكا. بنبارك للفرق اللي معانا مركز اول وتاني وتالت ورابع في يعني مسابقه مهمه جدا في مجال الروبوت كانت في امريكا من ايام, وده اول لقاء ليهم بعد عودتهم من امريكا وحصولهم على المراكز الاولى في المسابقه في كاتيجوري او في فئه لاين فورورد, و كمان المركز الرابع في السومو. اهلا بيكم. يوسف الطوخي اهلا, ازيك؟ انت رايح ولا سنه؟ طبعا رايح ولا سنه. وعبد الله رايح تاني اعدادي؟ ان شاء الله, صح كده. وهنا الشرقاوي رايحه اولى اعدادي. واحمد نصر تاني اعدادي, صح؟ ايوه, ده انا حفظته الحمد لله. وملك انور وملك وائل رايحه اولى اعدادي, صح كده. منورنا, مبروك. نور. انا عارفه ان انتوا فكره الالعاب والجيمز اللي انتوا بتلعبوها على الموبايل خليتكم كده من بدري عايزين تفهموا هو الجهاز ده بيشتغل ازاي, صح؟ مظبوط. ايه يعني ايه اللي حببكم بقى في فكره, غير ان الفضول او الشغف اللي عندكم خلاكم تطلبوا من بابا وماما انكم تتمرنوا على البرمجه والروبوت؟ اللي شفتوه في الالعاب حمسكوا اكتر من ان انتوا تعملوا حاجه شبه كده؟ خليني ابدا بيك يا يوسف على اعتبار ان انت اكبر واحد فيهم يعني, وبقالك اكيد فتره بتتمرن. بالظبط, تمام. الفكره حضرتك بدات من ان انت بتشوفي مثلا قدامك اي لعبه, فانت بتشوفي الحاجات طبعا بالذات الروبوتس, طبعا الحاجات دي بتتحرك لوحدها وحاجات ذكاء اصطناعي, انت بتبقى عايزه توصل لذكائها. طبعا الانسان بعد ما اتطور في العصور طبعا قدر يعمل روبوتات فعلا, وبذكاء الاصطناعي, وانه يقدر الروبوت مثلا
مثلا يعمل كل حاجه لوحده، زي دلوقتي مثلا في روبوتات تقدر تعمل وظائف كتيره لوحدها، زي مثلا اطفاء الحرائق، ممكن مثلا في جرائم هي بتبقى ساعات الروبوتات برضو بتفيدنا في الحاجات زي دي. فطبعا انت بتبقى يعني مستعجب بالحاجات دي طبعا، وعايز تبقى تعمل حاجات زي دي عشان بعد كده احنا دلوقتي العصر بتاعنا بيتطور بعد مستقبل بقى ومش عارف ايه. فطبعا دي حاجة مهمة جدا انك تبقى عايز تتعلمها. فطبعا ده جاب لي فضول ان انا بقالك قد ايه بتتمرن على انك تعمل روبوت وتبرمجه؟ والله يا تعلم لغة البرمجة فترة كبيرة، يعني ممكن تقولي من 2016 كده. كان كنت في سنة كام؟ كنت قولي تالتة ابتدائي، كنت لسه صغير يعني 8 سنين تقريبا ففترة كبيرة قوي. وعلى مدار الفترة دي انت دخلت مسابقات كتير؟ طبعا دخلت مسابقات كتير، هنتكلم عنها بقى بعد شوية. تمام عبدالله، احكي لي برضو انت ايه اللي خلاك تتعلم لغة البرمجة؟ انت سمعت ايه عن لغة البرمجة خلاك تقول انا ينفع اتعلمها او لا؟ والله انا حسيت انها يعني هتبقى البرمجة هتبقى حاجة حلوة في المستقبل. لا لا ده حسيت منين يعني؟ ايه الاحساس ده جالك منين؟ يعني كنت بتفرج على الموبايل تمام، فلقيت فيديوهات بتقول البرمجة هتبقى حلوة في المستقبل وحاجات كده، وبرضو الروبوتات. كان عندك كم سنة لما بدأت تتمرن؟ انت اصلا عندك 12 سنة ولا 13 سنة بكتير؟ يعني 14. شكلك صغنن. 14 كمان؟ شكلك صغنن قوي. يعني انا ابتديت من 3 سنين كده، قلت لبابا انا عايز اجيب الحاجات دي وعايز ابرمجها، وهو جابها لي وابتدي. طب باباك بيشتغل ايه؟ بابا بيشتغل مدير مبيعات. يعني ملوش دعوة بالبرمجة برضو؟ يعني لا. ملوش علاقة بالموضوع؟ حد من اهليكو هندسة ليه علاقة بالبرمجة؟ فهمك حاجة؟ قالك مثلا لازم تتعلم الموضوع ده؟ ايوه قال لي ان البرمجة مهمة وهي لغات العصر الحديث. فانت فهمت الكلام ده؟ يعني لما قالك ان البرمجة مهمة ولغة العصر الحديث انت فهمت الكلام ده يعني؟ أيوة. ولا لما بدأت تتعلمها بدأت تفهم يعني ايه؟ طبعا لما بدأت اتعلم في الويب، صفحات الويب والبرمجة واللغات بتاعتها وكده. طيب قولي لي يا هنا، انت ايه اللي خلاكي تتعلمي برمجة وروبوت وانت داخلة اساسا في كاتيجوري او في فئة من فئات المسابقة، مش هقول اصعب من الفئات التانية بس هو فيها يعني منافسة شديدة، والسومو دي فيها منافسة شديدة ولازم واحد يفوز، يعني برضو فئة صعبة شوية صح؟ ايوه هو يعني مش صعبة، هو اكيد كل حاجة بالاجتهاد والمذاكرة والحاجات. طب ايه اللي شدك للفكرة نفسها انك تتعلمي البرمجة وانك تعملي روبوت بيه؟ صراحة حبيت ان انا يعني ادخل كاتيجوري انا ما دخلتهاش من ضمن المسابقات، دي حاجة حبها وبحب كمان روح المنافسة، فده برضو اللي خليني ادخل سوم. يا ملك، انتي بقى بدأتي تتعلمي برمجة من امتى وليه؟ من انا تقريبا في ثالثة ابتدائي، من وانا تقريبا في ثالثه ابتدائي، علشان هي لغه العصر بعد كده وهنستخدمها في كل حاجه في المجالات اللي بعد كده، وهي تقريبا مستخدم في كل حاجه دلوقتي، وانا بصراحه كان عندي شغف اعرف هي ايه وليه بنستخدمها وبنعمل بيها ايه. طب هو انا لو سالتكم مثلا، هو انتوا نفسكم تعملوا ايه في مستقبلكم؟ تدخلوا كليات ايه؟ هسمع اجابه واحده ولا الاقي اجابات مختلفه؟ انا نفسي اخش كليه طب اسنان. طب تفتكري لغة البرمجة ممكن تنفعك في طب أسنان إزاي؟ أنا ممكن أعمل روبوت وبرمجه إن هو يساعدني، ممكن يبقى زي ممرض أو حد يساعدني في المجال بتاعي. أنا عايز مثلا أخش فنية عسكرية. طبعا يعني قريبة من هندسة. أيوة برضو شوية. ماشي سؤال يعني هندسة يا طب أسنان برضو؟ أنا عايز أدخل هندسة الصراحة. بصي حضرتك، يعني لو احنا لسه مش متزنين على حاجه معينه، فانا قدامي كذا مجال، مش مستقر على حاجه طبعا كذا مجال وبشوف حاجه ومتطور في حاجات كتير، فانت مش عارف ترسى على ايه. بس انت في اولى ثانوي يعني انت خلاص مقرب بدا في السن، وطبعا هيتوضح لي بعد كده في الطريق ايه الكليه المناسبه اللي اخشها وهتبقى يعني. وتخش علم رياضه ولا علم علوم؟ يعني حضرتك انا بحب العلوم جدا. تمام. وشاطر فيها جدا، فانا بحب العلم العلوم، بس طبعا مستني طبعا السنين الثانوي الجايه طبعا هتوضح لي اكتر هل ادخل علم علوم ولا علم رياضه. طيب انا هقول لكم خبر كده قريته امبارح الحقيقه وعجبني جدا، يعني انه في جامعه اسمها جامعه اوهايو في امريكا، طلبه في كليه الطب عملوا روبوت. الروبوت ده شكل انسان بتضحك، شكل امراه اساسا بتضحك وبتقدر تعبر عن الالم بالذكاء الاصطناعي طبعا. والفكره هنا انه الروبوت ده معمول علشان يحاكي المرأة وهي حامل في شهور الحمل، ويبقى فيه بيبي كمان جوه بطنها لهدف التمرين عليه، يعني انهم يتمرنوا عليه.
فبما انكم قلتوا طب وقلتوا كذا فانا قلت اقول لكم يعني ان انتم ممكن تعملوا حاجه شبه كده من دلوقتي استعدادا للكليه اللي هتشتغلوا فيها يعني او تدرسوا فيها. طيب نروح بقى للمسابقه. دي مش اول مسابقه انتوا تشتركوا فيها صح؟ اه صح بالظبط. يعني وخدتوا مسابقه؟ انا بالنسبه لي اول مسابقه ادخلها. عبد الله انت اول مره تدخل وجبت مركز اول يا عبد الله، ده انت داخل جامد من اول. يعني طب احكي لي بقى بما انها اول مسابقه قول لي انت وانت بتعمل الروبوت هنا كنت متوقع ان انت هتفوز مركز اول؟ كنت بتخطط ازاي لشغلك على المسابقه واستعديت ازاي؟ واصلا فكره ان انت تعمل روبوت وتبرمجه احكي لنا بقى تفاصيل التفاصيل يعني. والله يعني انا اسمه ايه ده كنت من زمان وانا نفسي يعني اروح مسابقه، بس فروحت المسابقه دي بس طبعا جهزت لها من كتير يعني. انا كنت متحمس لللاين فولور ده، وما كان في مسابقه اساسا تاهيليه من هنا. بعد كده رحنا امريكا. كنت واخد مركز ايه هنا؟ وانا ما اشتركتش في المسابقه اللي هنا، بس انا اشتركت في المسابقه اللي هناك. هو ينفع مش لازم تبقى حاصل على مركز هنا محلي وتسافر الاكاديميه؟ تمام. بس اقول للروبوت اللي انا عملته ازاي. اتفضل. هو الروبوت لاين فولور بيتتبع الخط. حلو. المفروض فيه اربع سنسورات. سنسور قدام وسنسورين على الجنب. لو مثلا السنسور اللي على اليمين قرا بيعدل نفسه على الخط تاني ويمشي على طول. لو في لفات مثلا فهو مثلا لو لف شمال هيقرا الخط برضو وهيلف شمال. بس كده يعني. بس كده بسيط. الموضوع بسيط جدا. الموضوع بسيط جدا. طيب خلونا برضو نعرف من يوسف كده، انت دي مش اول مسابقة تشارك فيها؟ دي لأ، انا دخلت مسابقات كتير قبل كده. كانت بدايتي معايا في مسابقة الاروفي اللي هي مسابقة غواصات بس طبعا بشكل مصغر. فطبعا كنت باخد خبرة من الناس اللي قبلي في المسابقات، فطبعا انا خدت خبرة كبيرة ودخلت بقى المسابقة دي طبعا في امريكا وضد دول العالم. طبعا لازم تحط مركز قدامهم انت من مصر. فبصراحة دخلت قسم اللاين فولور. كنا المسابقه المحليه اللي قبلها كنت دخلت، بس كنت داخل سومو. الحمد لله برضو اخذنا تقريبا مركز رابع، الحمد لله ربنا وفقنا في المحلي. بالنسبه طبعا العالمي، طبعا الروبوت فكره انك تركب الروبوت لوحدك دي فكره هايله جدا طبعا بمساعده الباشمهندس، لان طبعا حاجه الكوتش بتاعك او المدرب بتاعك. فكره انك تركب الروبوت طبعا وتشوف بقى الحاجات جميله جدا طبعا وانت بتركبها، وكمان انك تعرف تبرمجه. طبعا انك لازم تبرمج الروبوت احسن برمجه عشان هناك في المسابقه يعمل اعلى اداء. والحمد لله اخذت مركز ثالث. انا كنت تيم لوحدي، فريق لوحدي. وطبعا بالنسبه للاين فولور زي ما عبد الله قال ان هو روبوت بيمشي في خط وبيتتبعه ومفروض يخلصه، فدي فكره هايله جدا ممكن تفيدنا في حاجات زي مثلا نقل الادويه. طبعا في كورونا الحاجات دي كانت فادتنا. مثلا في المنطقه العسكريه طبعا نقل معلومات او نقل حاجات زي دي، فطبعا روبوت اللاين فولور هيفيدنا في حاجات جميله جدا. طيب احنا بعد الفصل هنرجع نكمل مع المراكز. المركز الثاني اللي هو احمد نصر وملك وائل وهنا الشرقاوي هي حاصله على المركز الرابع في السومو. في حاجه كمان، ان في منكم اتنين مشتركين، احمد نصر وملك. أيوة. مشتركين في كاتيجوري تاني. انتوا في اللاين فورورد مشتركين وانتوا في السومو مشتركين. هنا بس في حل معايا. اوكي. طيب انا فهمت غلط بقى في الحته دي، ان لكن في حاجه بقى هم مشتركين فيها ان كلهم من المنوفيه الا عبد الله.